يقول السائل: أقمت، يقول أنا من أهل الرياض وذهبت إلى مكة وأقمت فيها أكثر من 4 أيام، ثم أردت أن أرجع إلى الرياض فصليت الظهر في الحرم، فهل لي أن أجمع العصر معها؟ كم قام في مكة؟ أكثر من 4 أيام. لا، ما يجمع معها، لأنه انقطع الجمع بالإقامة التي تزيد على 4 أيام. نعم.